السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبيب قلبي، رسالة النهاردة لكم، الرسالة تشوفها في اي وقت بإذن الله، هي لك، بيكون فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت بإذن واحد احد. اللي منكم حبيب قلبي محتاج قراءات خاصة، هتلاقوا لينك الادمين ورقم الواتساب الخاص في صندوق الوصف. الرسالة النهاردة: بعد الهزيمة في انتصار. في منكم يوجد لديه خدمة، خدمة من الجن تحديدا. في منكم إنسان مختلف، تأثيره قوي على الآخرين. في حرب عليك، أيا كانت الحرب دي، هما عايزينك تلبي الطاعة، بس انت مش هتبقى كده لانك شخص مختلف وعنيد، عنيد جدا بعض الشيء. لما بتلاقي حاجة تحدتك بتنازع بكل قوتك وبعندك انك تنتصر على الشيء ده، وهتنتصر لانك اقوى من الهجوم اللي عليك، والخدمة اللي معاك هتنفعك غير الطاقات النورانية. من الأشخاص المقدر ليكم الشهرة على الأرض، أو طاقة المال أو النجاح أو الثراء، مقدر ليك تقهر أعدائك، تتحدى أي مشكلة، أي هزيمة، غير ما مقدر ليك إنك تتزوج من شخص مختلف. ممكن يكون شخص جوهري، وممكن الزواج ده يكون من شخص نوراني، شخص هتلاقيه شبهك شوية، في حاجة بتجمع بينكم، عقود روح يمكن، ويمكن خدمة الآخرين. مقدر ليكم هنا الزواج من شخص غير، حتى لو كنت متزوج، اختلاف شخص هيشدك لانك انت نفسك مختلف ولا تنتمي لهذا العالم. في منكم ارواحهم اولد سول حبيبي، عاشوا اكتر من حياة وخاضوا اكتر من تجربة، وكل تجربة كان بيكون فيها الانتصار والنجاح. هقول لكم على شيء كمان، يمكن فيكم من الاشخاص اللي اتحكم عليهم حكم سيء في حياتهم، اتقال عليهم مجانين، اتقال عليهم سحرة، اتقال عليهم مش طبيعيين، حد كان بيسحر لك وقال لك انت اللي بتسحر. يعني ممكن تكونوا كمان من الاشخاص اللي عندهم اسرار روحية في حياتهم، اسرار ربانية. على فكرة انتوا طاقات شمس على الارض، كتير حاجات بتنكشف لكم، وكتير حاجات بتأثر فيكم، بس انتوا من الفرسان القدماء، ويمكن تكونوا من الفراعنة القدماء. كتير من اللي بيسمعني ينتمي لعائلات ملكية، سواء كنت تعلم أو لا تعلم. صدقني الرسالة دي ليك، في منكم عارف هو مين بالضبط، وممكن يكون جالك في أحلامك اللي عمرك ما تتخيله، وكنت مفكر ده تهريج أو إيه اللي أنا بشوفه ده، أنا اتجننت ولا إيه؟ لا، انت ما تجننتش ولا حاجة، انت اللي بتشوفه هو عبارة عن شيء، خطفة بتجيلك من حياة كنت عايشها قبل كده، يمكن انت لوحدك، ويمكن انت وشخص، ويمكن انت وشخصين، ويمكن انت وثلاث اشخاص. طول ما احنا عايشين في الحياة دي هنقابل ناس من حياتنا، هنقابل ناس من عائلتنا الروحية، هنقابل ناس من حياتنا السابقة، واللي انا بتكلم عليهم دول هم عارفين نفسهم كويس، وعارفين ايه القدرات الخاصة اللي ربنا مديها لهم، في اللي قادر يستخدمها صح، وفي اللي قادر انه يستخدمها خطأ، في اللي قادر انه يتعامل مع الطاقة الروحية دي بكل سلاسة وهدوء،
وبتكشف لك حاجات انت مش متخيلها، وفي اللي مش عارف يتعامل معها اصلا، ولا عارف اجيبها ازاي، ولا عارف اعملها ازاي، ومش عارف الاقي المفتاح فين. هو المفتاح هيجي لك لوحده، مهما بحثت سنين على ان يجي لك مفتاح معين لحياتك، مش هتلاقي المفتاح ده الا لو ربك اراد وشاء انك تلاقيه. اللي بيشوفوا رمز المفتاح في الفترة دي حبايب قلبي، الاشخاص اللي بيقرأوا القرآن كتير. اخدت مفتاح سورة كنت بتقرأها، اخدت مفتاح آية كنت بتقرأها، اخدت مفتاح بوابة. في منكم يصل الى البوابات الكونية، واللي انت هتشوفه او هتسمعه محدش غيرك هيشوفه ولا يسمعه، واللي انت هتوصل ليه محدش غيرك هيوصل له. ايا كان الحكم السيء اللي اتقال عليك باي شكل من الاشكال، انت غير، انت مختلف، انت شخص مقدر ليك النصر والنجاح، ومقدر ليك ان ربنا يديك في الدنيا وفي الاخره. في اسرار من القران الكريم هتتفتح لك، في بوابات بتدي لك سر الغموض اللي في حياتك، بتبينه لك، بتخلي الصورة تتضح كاملة أمامك. انت كمان مراقب من العالم الآخر، بتصارع نفسك، يمكن حيران عايز تبعد، ساعات بتترقب وساعات بتخاف، وساعات بتحس انك مش مهتم بالطاقة الروحية أصلا، وعايز انك تفوق، لكن مش بمزاجك. الفوق هتيجي لوحدها، لان هنا انت من الاشخاص اللي حياتهم غامضة، والغموض اللي انت شايفه غموض ده هو حكمة الهية انت بتوصل ليها، هو اختبار من الله علشان تختار الطريق ده او الطريق ده. مش عارفة ليه كلمة بردية بتتكرر معايا، اعتقد الكلمة دي كلمة فرعونية قديمة. في كلمة بردية هنا بتتكرر، يمكن هتلاقيها، ويمكن هيتفتح لك اسرار البردية معاك، او حاجة انت بتبحث عنها. مش عايزك تضطرب، خد المعرفة الالهية اللي ربنا اداها لك بحكمة، وحاول انك تكشف الاسرار المستخبية. يمكن انتوا من الاشخاص اللي كان فيه اكس على حياتكم، مضطربين بعض الشيء، تعبانين بعض الشيء، لكن الانتصار هو نصيبكم، لان انتوا مقدر ليكم على الارض انكم تخدموا الاخرين، خدمة روحية، خدمة تانية، ايا كان، حتى المساعدة بالصدقات. في منكم كتير الصدقة دي بتحوش عنه بلاوي. حبايب قلبي، انتوا مش هتفشلوا، حتى لو كنتوا مراقبين بشدة من طاقات الظلام مش هتفشلوا، واي حاجة بيتسببوا لكم فيها في الفترة دي هي بس علشان يوصلكم الجديد، يوصلكم الوعي الكبير، تكونوا اكتر انفتاح، وتقدروا ان انتوا تحاربوا بطريقة صحيحة. انتوا كمان من الاشخاص اللي مقدر ليكم زي ما قلت لكم هنا علاقة مختلفة، شراكة مع شخص انت مش متخيل ايه اللي هيجمعك بالشخص ده، او ايه اللي انت هتكتشفه من الطاقات الروحية لو طاقتكم انتوا اجتمعت مع بعض. في شرارة نور من السماء بتنزل على الاتنين دول، يمكن هتجمعكم صداقة في الاول، علاقة عمل، علاقة علاج، ايا كان، في طريق مختلف انت هتمشي. اوعى تكون حيران، اوعى تكون مضطرب، كن متأكد ان اللي بيتأخر عليك هو لحكمة الهية علشان تلاقي الوضع الصحيح في حياتك. يمكن في الفترة دي مشاكل عائلية، ضياع اموال، سرقة للبعض منكم، غياب الامان، لكن اللي جاي هو راحة
هو ثروة، هو يمكن كنز سيفتح لك. هتلاقي الأمان في المال والعمل والزواج. في هنا عمالة تتكرر أكتر من مرة، زواج هيكون فيه الاكتمال لكم أنت وشخص يستحيل تفكر إن هو الشخص ده يكون ليك. يعني ممكن يكون شخص أبعد ما يكون عن دماغك، هو اللي هيكون الشمس والنور لحياتك، وهو يمكن العوض من رب العالمين. الاختلاف هو سر الإنجذاب، وانتوا طاقة التكامل. استعدوا للتغيير حبايبي، داخلين على تغيير مش متوقعين، حاجة مش هتخطر لك على بال. أنا خلصت الرسالة حبايب قلبي، يا رب أكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.